بالله عليك يا ست ياسمين ما تزعليش مني وسامحيني وما تقوليش لحسن ان انا عملت كده. فين حسن بس؟ هيرجع اكيد ان شاء الله هيرجع. ما تقلقش انا فاهمه ان انت مفيش حاجه في ايديك. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي يا استاذه. تمام يا استاذه ياسمين. بالله عليكي ما تجيبي لي الكلام وخش زنزانتك. على راس انا اسف. اتفضلي. تمانية عامل ايه تمانية؟ كويس الحمد لله، انت كويسة؟ كويسة؟ حاجة اتحبس وانا كويسة؟ اكيد لا، بس مش مشكلة، المهم بس طمني انت عامل ايه؟ ما عادتش فارقة، حاسس ان الدنيا كلها ضلمة زي ما هي مضلمة ايام الحارة بالظبط. ما تقلقش يا تمانية، ان شاء الله لما نخرج من هنا كل حاجة هتبقى احسن من الاول بكتير. مش فارقة، كان نفسي بس انا بقى انا اللي بحميكي بجد، مش هبقى برميكي معايا هنا وبورطك. يا ابني بطل احساس الذنب اللي انت عايش بيه ده، خلاص بقى ما تقعدش توجع قلبي. ماشي نخرج احنا بس من هنا على خير، وانا والله العظيم لربي لك سميح واللي معاه دول عشان يفكروا بعد كده ان هم يضايقوكي. انت اصلا مالكيش ذنب في كل اللي بيحصل ده، اللي بيحصل لي ده تخليص ذنوب من ربنا، مش عارف اذا كان ذنبي ولا ذنب حد تاني. احنا ما بنشيلش ذنوب غيرنا يا تمني، مفيش حد بيشيل ذنب حد. انت بني ادم كويس، قلبك طيب جدا، حتى لو عملت حاجه غلط، حتى لو اذنبت، انت اكيد خلصت ذنوبك دي بكل اللي انت شفته. كويس ان لسه في حد شايف حاجة طيبة عندي. شكرا يا استاذة ياسمين. على ايه؟ على انك شفتيني بقلبك وبروحك مش بعينيكي. عارفة يا استاذة ياسمين؟ كنت دايما بسمعهم بيقولوا ان ربنا رب قلوب، لكن عمري ما فهمت الكلمة دي لما عرفتك. ازيك يا صالح؟ ايه بقى الحكاية اللي ما ينفعش تتأجل لبكرة ولا تتقال في التليفون؟ بنتك غيرت كلامها، مش عايزة تكمل. هي اللي مش عايزة تكمل ولا انت اللي مش عايز تكمل؟ لا انا عايز وحاولت ومعرفتش. الظاهر كده ان القصة دي مش مكتوب لها نهاية سعيدة. مفيش راجل ذكي يا صالح ما يعرفش يوقع بنت لو هو عايزها. هو انت ليه مش عايز تصدق ان انا حاولت ومعرفتش؟ بنتك خلاص ما بقتش بتحبني، أو بمعنى أصح بقيت بتكرهني. ماشي براحتكم، أنا مش هجبركم على حاجة. بيني وبينك بقى، أنا كنت بس عايز أشوف خلفة زين العطار فيهم حد شبهه ولا لأ. طلع مفيش ولا واحد فيكم شبهه. الكبير خيبان وتهوره وداه في داهية، والوسطاني خايب ملوش شخصية، ضعيف، مش عارف يوقع حتة بنت. خلي بالك على كلامك يا هاشم، أنا ما اسمحلكش. ولا تسمح لي. بقولك إيه، مش عايز أشوف وشك هنا في الشركة ولا في أي مكان تاني. يلا عن إذنك، أنا مش فاضي، أنا مستعجل. وإنت خلاص يلا خلينا نمشي. طب الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في مكاتبنا ولا إيه؟ محدش عارف مين متراقب دلوقتي يا جلال، واحنا كلنا العين بقت علينا. طب قولي انت فكرت؟ الا فكرت، دي تقريبا اكتر مره اقعد افكر فيها في حياتي بعد الفتره اللي قضيتها في الحبس، وخصوصا الليله اللي بيتها في التخشيبه. فاكرها طبعا. انت ايه اللي خلاك بتنخرم يعني في الماضي؟ مش احنا كنا عدينا الكلام ده ولا ايه؟ بس اصلهم بيقولوا اللي مالوش ماضي مالوش مستقبل، وعشان كده انا اتاكدت ان انا عمري ما هاخد خطوه لقدام الا لما احل مشاكلي القديمه، والمشكله اللي مش هتتحل هخلص منها خالص. انت ناوي تقتلني؟ طب ما انت هتروح في ده. لا، من غير ما اروح في داهية. حلو كرسي زين اللي انت قاعد عليه ده يا عبد الله، ولا واسع عليك؟
ما تتضايقش قوي كده، انا بس بطمن عليك. لا تطمن يا هاشم بيه، كله تحت السيطرة ومعنا بدل الراجل 100 ونقدر نحن بنفسنا زين. اوعى تفتكر ان الرجالة دول هما اللي مخلينك قاعد هنا. لا، انا لولا اديتك الميعاد ما كنتش هتعرف تدخل القصر ده الا جثة. انت عايز ايه يا هاشم بيه؟ انا لسه ما عوزتش، انا بدي بس. الرجالة دول مش كفاية، انا هديك فلوس تجيب قدهم 4 مرات. وايه الغرض؟ بحمي الراجل بتاعي، الراجل اللي انا خليته كبير بجد. انا كبير بجد يا هاشم بيه، ومانيش الراجل بتاع حد. طب في معلومة انت ما تعرفهاش بقى، احب اعرفها لك. الناس عندي نوعين، نوع معايا ونوع ضدي. وما افتكرش انت بدماغك يعني تفكر انك تبقى ضدي، وخصوصا انك شفت اللي بيبقى ضدي بيحصل له ايه. بيطرد من بيته وبيتشرد اهله، وبجيب راجل من رجالتي يحل محله في بيته. انت دلوقتي من حقك تختار، تقعد هنا ولا تخرج. اه صحيح، انت ما فتحتش الاوضه اللي كان زين قافلها طول عمره دي؟ لا، ملهاش قفل، مكفوله برقم سري. انت بتهزر يا غزال. الاوضه دي فيها ورق مهم، ودي اول حاجه هعوزها منك. افندم يا هاشم بيه، تجيب راجلين 3 تكسروا باب الاوضه دي وتركبوا لها قفل وتجيب لي مفتاحه. حاضر يا هاشم بيه. وبعدين يا هاشم بيه؟ وبعدين ايه؟ مش عايزينهم يشموا نفسهم. حاضر، كله بوقته، لسه اللعب هيحلو. ما تتعبش نفسك، السنتر لوك مقفول. انا عايزك تهدى كده وتسمعني كويس عشان اقول لك انا وصلت لايه وتديني رايك. انا وصلت ان اي حد يقل ادبه عليا ما ينفعش يعيش، ووصلت كمان ان اي حد يلعب عليا او على عيلتي ما ينفعش يعيش. انت عارف يا جلال، الدنيا دي زي حزام الامان بالظبط، اللي ملهوف عليها وبيشد جامد ما تجيش معاه، انما بقى اللي يشد بالراحه كده بيجي معاه. في يا سليم؟ مفيش حاجه. وبعدين انا وصلت خلاص، وصلت ان اي حد يحاول يكسر عيني او يكسر عين حد يخصني ما ينفعش يعيش. وفارس يخصني يا جلال، قضي الامر. مروان بيه، في حد ساب لحضرتك العلبة دي؟